gần 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 nhà anh Trường không? Chùi cái đầu xuống khó vậy. There are not so many wild elephants left. ما من فيلة برية كثيرة متبقية وثمة عدد قليل من الفيلة في الأسر والتي لا يمكنها التكاثر. هذا يعني أن في حال عدم اتخاذ أي خطوات سيكون من الصعب إيجاد فيلة في فيتنام خلال 10 أعوام أو 15 سنة. حقيقة أن ثمة عددا قليلا من الفيلة المتبقية في فيتنام يجعل من الضروري إبقاؤها في أفضل الظروف، وأظن أن أفضل الظروف تتمثل في عدم استخدامها في النزهات والبدء في جمعها في قطعان صغيرة وبذل جهد لجعلها تتكاثر.